عندما تفشل العلاجات المحافظة في القضاء على آلام الانزلاق الغضروفي داخل الرقبة، عادة ما يلجأ الطبيب إلى الحل الجراحي. هذه المرة رح نجري عملية لأحد المرضى المصابين بدسك الرقبة، لكن عبر تقنية الميكروسكوب. خلينا نتحدث أكثر عن الحالة اللي معانا وعن هذه التقنية الرائدة مع ضيفنا الدكتور عمران جانبك، استشاري جراحة الدماغ والأعصاب والعمود الفقري. يعطيك العافية دكتور عمران. أهلاً وسهلا بك دكتور عمران. خلينا نتحدث عن الحالة اللي معاك اليوم. المريض أتصور شاب صحيح؟ نعم صحيح. إيش الآلام اللي كان يعاني منها دكتور قبل زيارته للعيادة اللي اضطر إنه يزورك ويطلب رأيك وتشخيصك الطبي؟ وعنده آلام بالرقبة وعنده آلام بذراع الأيسر مع خدران ونقص في القوة العضلية أو ضعف في القوة العضلية. نعم. طبيعة عمله يقضي أوقات طويلة بالعمل على الكمبيوتر. نعم. يمكن هذا السبب دكتور؟ هذا من أحد الأسباب الهامة في نشوء هاي الإصابات يعني. طيب دكتور، لما نتحدث عن ديسك الرقبة، هل يعد من الحالات الحرجة؟ ومتى تلجأون فعلا إلى التدخل الجراحي؟ الحل الجراحي دائما هو الحل النهائي. نعم. لما ما تستجيب كل العلاجات التحفظية، هذا سبب من أسباب اللجوء إلى العمل الجراحي. هامش الوقت دكتور يلعب دور؟ يعني قديش المدة اللي كان يشكي فيها من آلام ولا شدة الألم؟ الألام المعندة والآلام اللي ما بتحسن على الأدوية والعلاجات وفترة طويلة، هي من الآلام اللي احنا بناخذها بعين الاعتبار. طيب دكتور، قرار الحل الجراحي هل هو قرار الطبيب ام قرار الطبيب بالتشارك مع المريض؟ لا، هو دائما القرار كقرار، القرار يعود للطبيب بالدرجة الأولى. نعم. ولكن موافقة المريض على إجراء العمل الجراحي هي من الضرورة، يعني لا يمكن إجراء عملية من هذا النوع لمريض بدون أخذ موافقته، وذلك بعد شرح العملية ومخاطر العملية. نعم. ونتائج الجراحة، يعني بعد إطلاع المريض على التفاصيل. طيب دكتور، في حال ان المريض رفض العلاج او الحل الجراحي وصمم على انه يتبقى على العلاجات التحفظية او العلاج الطبيعي بشكل خاص، هل لا. من نتائج او مضاعفات محتملة؟ نعم، وجود الديسك الضاغط على الجذر العصبي لفترة طويلة دون علاج هو يعني بالنهاية مخاطره شديدة، واهم المخاطر انه قد يؤدي الى شلل الطرف العلوي المضغوط عصبه، يعني مع البقاء بالضغط على جذور الأعصاب. نعم. طيب دكتور، نتحدث عن تقنية الميكروسكوب في الديسك. هو حاليا الميكروسكوب هو الجهاز الأهم، الجهاز الأهم لإجراء عملية العمود الديسك في الرقبة خاصة. نعم. الكلام اللي بنقال عن انه التنظير، ما في لحد هلا شيء يعني نستشف من خلال حديثك منظار لجراحة الرقبة. نعم. المنظار يستخدم في جراحة ديسكات العمود الفقري السفلي، اما الرقبي فهو فقط في الفتحة الصغيرة هاي زي ما انتم شايفين، وتطبيق الميكروسكوب بعد ما نوصل للمكان اللي بدنا نشتغله هلا بعد شوي راح نحط الميكروسكوب، بس نتأكد من المستوى انه كان صحيح واللي هو نفس الديسك اللي بدنا نشتغله. من المعروف دكتور ان الميكروسكوب ممكن يعطي نتائج افضل او مدة تعافي اقل واسرع؟ لا، التعافي ما له علاقة، بس بدون ميكروسكوب لا يمكن اجراء هاي العملية الجراحية، ومهما كان النظر حاد لا يمكن الوصول الى كامل اجزاء الديسك واستئصاله بالكامل. اذا هي توفر مدى رؤيه اوسع حتى للطبيب رؤية للوصول كاملة. نعم، بدونه لا توجد رؤيه. كم مده العمليه دكتور؟ ساعه ونص حتى ساعتين. الى ساعتين. ممكن مستقبلا يعاد اجراء هذه العمليه؟ الديسك الرقبي في حال استئصاله بالطريقة الصحيحة واللي هي تحت الميكروسكوب لا يمكن انه هذا الديسك يرجع.
طيب ممكن انه يرجع واحد غيره. الان انتوا رح تجروا صوره للمريض مغادر الموقع؟ صورة نعم. دكتور شو الهدف من الصوره اللي اخذناها قبل شوي للمريض؟ من شان ما نشيل الديسك الغلط، نحدد نعم. الديسك الصحيح اللي بدنا نشيله. نعم دكتور. لانه احنا هون لما نفتح ما بنشوف ديسك ولا بنميز، احنا بنشوف فقرات. نعم دكتور. فعصور الرنين المغناطيسي احنا عارفين حالنا بنشتغل بين الرابعة والخمس، بين الخمسة والسادسة. طيب دكتور، فإذا ما ردينا أخذنا اكس راي وعرفنا حالنا وين، ممكن نشيل الديسك اللي ما بدنا نشيله أبو الزول. تعال. هل يتم إجراء دكتور فجوات أو فتحات في العظم أو في الصفيحة العظمية؟ أو كيف يتم مثلا إزالة الغشاء عن الجذور العصبية أثناء العملية؟ تختلف عن الجراحة التقليدية أم نفس الخطوات يتم إجراءها في العملية عبر الميكروسكوب؟ هو المبدأ بكل الجراحات الديسك واحد، واللي هو تحرير العصب من الديسك أو من الضغط اللي مشكله على الانزلاق الغضروفي واللي هو الديسك. يعني دكتور بعد انتهاء العملية شو المطلوب من المريض؟ ايش التوصيات؟ مطلوب المريض يسمع طبيبه شو بيحكي له. شو انت ايش بتقول كطبيب للمريض؟ في توصيات عدم الاجهاد اولا. متى يستطيع العودة للرياضة دكتور؟ بعد شهر. هل مثلا في توصيات بالعلاج الطبيعي ولا في حالات ما تحتاج؟ احيانا، غالب الاحيان ما بحتاج. هل من مضاعفات محتملة على المريض بعد إجراء هذه العملية؟ إن شاء الله لا، ولكن ما في جراحة 100% 100% بدون مضاعفات، ما في. يعني نقول المضاعفات المتعلقة بالجراحة نفسها وليس بكيفية العملية. نعم نعم. وبالنهاية نعم. دكتور أتصور 95% نسب نجاح. نعم يلا. جراحة ديسك الرقبة عبر الميكروسكوب. دكتور إحنا مقدرين جهودك وجهود الفريق المساعد لك، وأكيد لنا لقاءات أخرى بإذن الله نقول على رواق أكثر. كل الشكر حتى استقبلتنا اليوم وكنا ضيوفك. الله يخليك. شكرا دكتور عمران.